إخواني وأخواتي المواطنين الأعزاء، أسعد الله مساءكم جميعا. منذ بداية أزمة كورونا وهذا البلد الصامد المعطاء يقدم أروع النماذج بفضل حكمة قيادته وتماسك شعبه. ومنذ أن بدأت تأثير الأزمة على مختلف القطاعات والعاملين فيها، هب الأردنيين كعادتهم للتبرع والتطوع من أجل الحفاظ على الوطن. واليوم واستمرارا للوقفة الأردنية المشرفة في مواجهة هذه المحنة، فإن واجب الحكومة وبتوجيهات من دولة رئيس الوزراء الأفخم أن تبدأ بنفسها للمساهمة ما أمكن في التخفيف من الآثار المحتملة. وفي سبيل ذلك ومن قبل المشاركة مع المواطنين في دعم صندوق همة وطن وحساباته حساب الخير وحساب التبرعات في وزارة الصحة من أجل دعم المتضررين من هذا الوباء، اتخذ مجلس الوزراء اليوم جملة من القرارات: التبرع بما نسبته 40% من الراتب الشهري لدولة رئيس الوزراء، التبرع بما نسبته 30% من الراتب الشهري للوزراء ومن برتبتهم، أيضا 30% من الراتب الشهري لرؤساء مجالس المفوضين والهيئات ورؤساء الجامعات ومن في راتبهم، التبرع بما نسبته 10% من الرواتب الشهرية للأمناء العامين وموظفي الدرجة العليا المجموعة الثانية ومن في رتبتهم من أعضاء مجالس المفوضين والهيئات وأيضا الشركات المملوكة بالكامل للحكومة، التبرع بما نسبته 10% للموظفين براتب 2000 دينار فأكثر. هذا أقل ما يمكن أن نقدمه كوزراء ومسؤولين وموظفين عاملين في الجهاز الحكومي من أجل الوطن، بالإضافة إلى الجهود التي تبذل ليلا ونهارا في خدمة الوطن وأبنائه ليبقى الوطن سالما معافى من كل شر. ولأن الأثار لهذه المحنة صعبة على الجميع، فإننا نضطر إلى أيضا لاتخاذ قرارات صعبة من أجل تجاوزها والحد من أثارها. واليوم ولأن الظروف تحتاج من الجميع إلى وقفة جادة وتحتاج أيضا إلى تجذير قيم التكافل والتضامن، أيضا اتخذ مجلس الوزراء جملة أخرى من القرارات: وقف العمل بالزيادة المقررة لموظفين الجهازين الحكومي والعسكري لعام 2020 اعتبارا من 1/5/2020 وحتى نهاية هذا العام. وقف المكافآت وعلاوات العمل الإضافي للموظفين الذين تزيد رواتبهم عن 1300 دينار، بحيث لا يقل مجموع الراتب الإجمالي بعد الاقتطاع عن 1000 دينار. تكليف وزارة المالية بعدم صرف مكافآت وبدل تنقلات لممثلي الحكومة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها. وقف صرف الرواتب 13 والـ14 والـ15 في الشركات المملوكة بالكامل للحكومة وأيضا التي تساهم فيها الحكومة بنسبة 50% فأكثر. وقف العمل بعلاوة النقل الشهرية لجميع الموظفين العاملين في الوزارات أو في مجلس إدارة أي وفي مجالس السلطات أو الهيئات والمؤسسات الرسمية. أيضا وقف صرف مخصصات البنزين الشهرية لمركبات الموظفين الذين يستخدمون مركبات حكومية. اقتطاع ما نسبته 50% من المستحقات المالية للمستخدمين على حساب شراء الخدمات ممن لا يتقاضون رواتب تقاعدية على ألا يقل ما يصرف لهم عن مبلغ 320 دينار. إيقاف صرف المخصصات المالية لهذه الفئة ممن يتقاضون رواتب تقاعدية. إيقاف التعيينات في جميع الدوائر والوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة حتى نهاية العام. يستثنى من البنود أعلاه الموظفين الذين على رأس عملهم أثناء فترة العمل بقانون الدفاع. أيضا نؤكد هنا أن جميع القطاعات العاملة في ظل هذه الأزمة بما فيها أجهزتنا العسكرية والأمنية والقطاع الصحي لا تنطبق عليهم البنود أعلاه. ختاما وكما قال سيدنا حفظه الله: أنتم كبار لأنكم تحققون الإنجازات العظيمة في أصعب الظروف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.